وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذا قال عمر رضي الله عنه قال من وفق للدعاء وفق للإجابة، لأن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. لكن قد يقول قائل بعض الناس يدعو الله عز وجل ولا يستجاب له، وهذه الآية فيها أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فبعض الناس يدعو الله عز وجل ومع ذلك لم يستجب له. فالجواب عن هذا، الله عز وجل يجيب من دعاه، ووعد الله عز وجل حق، ولكن ربما أن الداعي يدعو الله عز وجل ولم يأتي بالأسباب التي بها يستجاب دعاؤه، من حيث الدعاء في أوقات الإجابة، أو أنه لا يحضر قلبه، أو أنه يأتي بموانع إجابة الدعاء كأن يأكل الحرام إلى غير ذلك من موانع الدعاء، التي من بينها ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا من دعا الله عز وجل وأتى بالأسباب وانتفت الموانع أجاب الله دعاءه، إن أتى بالأسباب وانتفت الموانع ولم يجب له دعاء فإن الأحاديث الصحيحة أثبتت أن من دعا الله عز وجل استجاب الله له، أو أنه يدفع عنه من السوء نظير ما دعا، أو أنه يدخر هذه الدعوات ثوابا له يوم القيامة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا به. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء أن من تقرب إلى الله، وأن من عبد الله، وأن من أطاع الله، وأن من آمن بالله، فإنه حري بأن تستجاب دعوته.